لاباس عليكم، كنتمناكم تكونوا بخير وعلى خير، كنتمنى الاحوال ديالكم تكون جيده. كما كتشوفوني وما عندي عمليه يدويه غادي نعمل معكم، او بالاحرى هو مشروع ماشي فقط عمل يدوي، يعني عمل يدوي اذا كان الانسان غادي يعملو الدار ديالو غادي يعملو البيت ديالو، لكن هو مشروع مصغر، ولكن الانسان غادي يبيع ويشري فيه. وانتم عارفين بلا ان هاد الماده هادي دارجه بزاف ديكورات المنزل وديال الصالونات، المطبخ، غرف النوم، اي مكان كتلقى فيه ديكورات بهاد الخيط هذا، ما نعرف دير بحال الخش، بحال يعني بحال ديك الخيط اللي كيعدلوا به الخنشه. فهذا هو المكون الاساسي اللي غنحتاجو اليوم. كذلك غنعملوا به بزاف ديال الاشياء اخرى مستقبلا. الان غنوريكم ابسط شيء ممكن دير به، لكن في نفس الوقت يعني مربح جدا، خصوصا ان العمل يعني كيطلع جميل وكيطلع راقي، وممكن تعملوا الناس يعني تحت الطلب، فغير تشجعوا وبداو وان شاء الله غيكون مربح بالنسبة لكم. فقط الحاجة الوحيدة هو هذا الخيط، يعني هو شوية هنا في اسبانيا الثمن ديالو عالي، لان احنا كل الاشياء اللي كنعملوها نعملو بها الاعمال اليدوية او المشاريع بحال هذه، يعني من يعني اشياء يدويه كلها كتطلب كتكون عندهم غاليه، لكن كنظن في المغرب غادي يكون ارخص، او في الدول العربيه غادي يكون ارخص. ممكن تجيبوه كميه كبيره، ولو غتعتمدوا كمشروع فما تجيبوش يعني هذه راه غتسالى داغيه، جيبوا كبارين، كاين وحدين كيتباعوا قد هيدا يعني كبارين، جيبوا الكبارين باش تخدموا بهم على راحتكم ويتقاموا لكم رخاصين، ومن تعملوا المشروع يعني يكون مشروع مربح. فغادي نبتداو طبعا غير هادشي، هذا غنحتاجو بيستولا، وغادي نحتاجو اشياء بحال هادي مثلا، يعني شي ورود سنتا، هادي مساله اختياريه، ممكن ديروا هاد الورود، ممكن ما ديروهمش، وممكن ديروا مثلا حاجات اخرين تزوقوا بهم. فالزواق كيعتمد حسب الشخص اللي هو يعني كيقوم بالعمل. فاول شيء غادي نفتحوا هاد، نجيب المقص، اول شيء كنفتحوا هاد فغادي نبداو. اول شيء كنبداو به هو الوسط، يعني ضروري خصنا نحيدو هذا، ضروري هاد الراس هذا نعملو له شويه د الكولا هنايا، ونحاولو نبرموه باش ما يتفتحناش، باش ما يجيش عايب في الوسط. ضروري نعملو له شويه د الكولا هكا. هكا باش هاديك باش يلصق لنا صافي، ونبداو العمل ديالنا. كندورو هكا بحال اللي كندورو الحلزون، وكنعملو كنعملو السيليكون هكا بهاد الحال. في الاول كتكون معدبة، لكن من بعد كتولي ساهلة. وزيرو مزيان،
كما قلت لكم في الاولى غادي يكون شويه صعيبه. ضروري تحطوا شي حاجه فوق الطابله كما دايره انا باش الطابله ديالكم لان نتوما كتشوفوا السيليكون اش كدير. نخليها لاصقة باش تسهل عليا الخدمة. صافي كما شفتو الاول كيكون صعيب من بعد غنعملو لها هكا وغادي نزولوها. انا غادي نخليها دابا لاصقه باش تسهل عليا. كما كتشوفوا البنات صافي وصلنا كنستعملو كنديرو الكولا هنا سروش مكتروش باش متلصقناش حطو هيدا نبركو عليها بشي حاجة اللي عندنا أحسن تكون هكا الغشل اللي عندنا باش من بعد تستعملو عليها. وخفوا يدكم متحطوها يعني هزوها بسرعة متخليهاش باش متلصق لكمش لان هاد الخش هذا بحال الكارطون غير كيلصق. نديرو المدك هادشي اللي كتشوفو لاصق فيا كلشي مغيبقاش مغيتشيت مغيب.
نكملوا عليها شويه. بطبيعه الحال انا كنعبر على التفاصيل ديالي اللي عندي. هذا هو العمل، يعني كنعدلو في الرشه ديال التفاصيل، فكنحاول نعمل القياس اللي كيناسب التفاصيل ديالي. ثم كذلك كتشوفوا التفاصيل ديالكم الحجم ديالهم، وكتشوفوا الحجم الاكبر تفصيل عندكم كتعملوا الحجم، كتخليوا ضروري يبقى واحد المسافه شويه برا. انا غنزيد نخدم، غنزيد الخدمه، يعني باقي كارسني نزيد نخدم شويه. شويه خصنا الصبر، لكن يعني كلشي تعجن كتجي ساهله. ومن احسن تكونوا كتخدموها مره خدموها الجهه التحتانيه، مره خدموها من الجهه الفوقانيه، ما تبقوش خدامين من نفس الجهه، لان كتبقى بحال اللي كدور، يعني ما كتبقاش مساويه، كتولي بحال الطبيق، يعني كتبقى هكا كنقصد هيدا كتبقى ديفورما. يعني مره عملوها خدموها هكا، يعني من هاد الجهه، مرة خدموها من هاد الجهة هكا. ماشي يعني كل مرة، يعني خدم واحد أربعة خمسة صفوف هيداك ورجع قلب عاوتاني من الجهة الأخرى. صافي مغنزيد شي كتر من هكا. غادي نقطعها، هادي ما نقطعش مساويه، نقطع مجنبه هكا. شفتوا كيفاش قطعت؟ قطعتها مجنبه، ما قطعتهاش مساويه. كنتمنى يكون كلشي كيبان. سي كيبان، كنعملو لها الكولا دابا، ضروري نعملو لها الكولا مزيان لانها نسدوها. شوفوا هذا الاخر، انا تعمدت نعمل له هكا حيت غادي ندخلو من داخل، نجيبو نانو هدا، غادي نجيبو هكا. سليناها، دابا غادي ننظف شويه المكان، هادي ننظف شويه المكان باش ندوزو للمرحله الثانيه اللي غادي نديروها. نتوما كتشوفوا عليا
كنحطو كاغي ديال الزبده، كاغي ديال الفرن نحطوه، نحطو واحد الفرن من فوق منو بهاد الطريقة، ونبلانشيو. لأن دابا فهاد اللحظة حنا اش كنديرو؟ أولا كنسبحوها، وثانيا البولا لي مجموع لي كاينة تما يعني كتزيد تدخل، كتزيد تدخل مزيان، فهو كيلصق مع بعضو كما كتشوفو هاهو، يعني كيلزق، يعني البولا كتسخن، فمن كتسخن هو كتزيد تلصقو مزيان، يعني بلايص لي ملاصقينش كيزيدو يلصقو. نقلبو الجهة الثانية، لأن يعني الجهة الثانية راه مكتوصلش الحرارة بطبيعة الحال، نقلبو جوج جهات. تشوفوا شنو الطلبات ديالهم وكتعدلوهم ليه، كتشوفوا كي ولات زكت كله، هذا هو الغرض منها تزك. نركز على ديك البلاصه الاخريه اللي لصقت، ها هي فينيا، كنقول العمل ديالي مزيان. دابا غادي نحل الغير بطبيعة الحال كما كتشوفو، يعني الساق الغير شوية باش منحصروش، لأن دابا راه بحال عاد عملتيه أول مرة، هانتوما كتشوفو كي كتولي مكتفرق حتى شي حاجة على هادوك لي كيتباعو برا. انا ما غنزولهاش دابا حيت خصها تلبس، ولا حيت دابا غادي نخسرها لان باقا فازكه، باقا الكولا ما لبستش، يعني غنخليها حتى تلبس عاد نحيد لها الكاغيط، ومن بعد نوريكم اش غادي نديرو لها. من بعد غادي نتسنى حتى تبرد وغادي نرجع لكم. عند الورد اصلا بغيتو ديرو، بغيتو ما ديروش، بغيتو تعملو غير هكذا، بغيتو ديرو شي حجيرات شي، المهم كل واحد كيدير اللي كيبغي، يعني الزواق مساله اختياريه. فانا غادي نزيد لهم، ما غنخليهم شي هكذا، غادي نزيد لهم شويه ديال الورد، نزيد لهم شويه ديال اللون، يعني ما نخليهمش هكا، نزيد لهم شويه ديال، نزيد لهم هادو مثلا. ضروري قبل من اي عمل ما كتلصقوش مباشره، يعني كتجربوا هو الاول، عاد كتبداو تلصقوا باش كتعرفوا شنو خصكم ديروا.
تحاولوا كيف ما تعدلوا الجهه اللي من هنا الواجهه يعني الظهر حتى هو باش كيجي لك شي مزيون باش كيف ما تشافت من اي جهه يعني تجي مزيونه. صافي كندور بركة عليها باش ما تكتروش صافي نتوما كتشوفوا كيفاش جات يعني كتجي مزيونه صراحه. صافي كيكون هذا هو العمل ديالنا اليوم. كنتمنى الاعجاب ديالكم كما كنتمنى ان الناس اللي باغيين يعملوا مشاريع صوره من المنزل ممكن يعملوه فيدخل عليهم واحد المدخول كما قلت لكم في الاول حاجه وحده الماتريال حاولوا تشريوهم بكثره ولا ديروهم مشروع بالنسبه للناس اللي غادي يعملوهم يعني الديور ديالهم فماشي مشكل لان هاد الاشياء هادي حتى هي راه ماشي رخيصه فبالنسبه لينا حنايا غاليه فلهذا كيكون من الاحسن تشريو تمشيو الاماكن اللي كيبيعوا فيها الكاتره وشريو منه. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم هاد العمل وكما كنتمنىكم انكم ديروه كنتمنى انكم تعملوا لي في التعليقات يعني الراي ديالكم فيه وكنتمنى كذلك انكم تعملوا لي لايك واشتراك. كما كنشكركم على الدعم والتواجد ديالكم الدائم والتعليقات زوينه اللي كتعملوا لي وشكرا ومع السلامه وان شاء الله في فيديو ثاني ان كان طبخ او اعمال يدويه او مشاريع. كنخليكم مع هذا العمل.